اللي انت محتاجه هو مفك بس زي ده، هتقدر تفك الريشة بسهولة. هنقدر نشوف اسهل طريقة نفكها بيها دلوقتي. هتحافظ على الغسالة علشان الجير بوكس ما يتلفش منك. ده الجير بوكس بتاع الغسالة اللي بيكون راكب فيه المروحة ومتوصل بالسير مع الموتور تحت. طبعا بيبوظ لانه هو عبارة عن تروس، لو تقيل والتقل ده بيكون بسبب في فتل او وبر او اي حاجه اتجمعت حول الغساله، في قطع دبابيس او اي حاجه متقله ريشه المروحه، وكمان اي قطع ملابس ممكن تدخل هنا اثناء التشغيل. ده غير طبعا في بيتجمع في رواسب وطينه واوساخ من الملابس لازم تتنضف، وكمان بيسد الصرف. فكل دي حاجات مهمة لازم نفك بيها ريشة المروحة. ازاي نفكها بكل سهولة؟ عشان تبقى سهلة معاك هجيب مية. طبعا هكون قافل الصرف وفاتح الخرطوم. كده احنا مليناها مية. المية هتعومها وتخليها تطلع معاك لوحدها بعد الفك. نفك المسمار بالطريقة دي. زي ما احنا شايفين انا ما شدتهاش ولا اي حاجه، والصعوبه اللي الناس بتعملها اثناء الفك وتخرجها، تخرج الريشه خصوصا اللي هي ما فيهاش اخرام من هنا نقدر نشدها باي سلك او اي حاجه، هي خرجت لوحدها اهي. الميه بتعوم. اول حاجه هننضف كل ده. طبعا هي لو بقى لها اكتر من اسبوع او شهر هتلاقي كل ده اسود خالص، لكن دي متنضفة وهتلاقي وبر متجمع هنا وفتل، وهتحتاج تنظيف كل دي طينة وبتاع. وادي الجزء بتاع الصرف، ممكن برضو قطع ملابس اي حاجة تسد الصرف من هنا، واي حاجة اتربة او اي حاجة ممكن تبوظ فيه. ضروري جدا تنظيف المروحة وفك المروحة، وما بتحتاجش أي حاجة، وهتوفر عليك مشاكل في الصرف ومشاكل في تنظيف الغسالة وكمان مشاكل في الأعطال، يعني مش هيحصل أعطال. علشان نرجع نركبها طبعا عشان تبقى سهلة هنعكس بقى، هنعمل المية، هنفرغ المية ونرجع نربطها زي ما كانت، أو نخليها بالمية كده ونضغط عليها نرجع نربطها زي ما كانت. وده رقم واحد في التنظيف الريشة، في تنظيف الغسيل. طبعا دي بتتفك بعد ما نربط كويس، دي كمان بتتفك. ولو الجزء بتاع الوبر دوت متغير ده بيتغير. شايفين؟ نيجي نغسل الملابس البيضاء بنلاقي الحاجات دي وصلت فيها، ونقول البقع ليه وايه السبب بتاعتها. وكمان دي طريقة الفك والتركيب. طبعا هي محتاجة تنظيف كويس جدا.